إخواننا في موريتانيا على التحضير لقمة الأمل، القمة العربية في دورتها 27، رغم المدة الزمنية القصيرة اللي يعني عملوا من خلالها كل هذه التحضيرات والتجهيزات لضمان عقد قمة ناجحة. كانت مشاركة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه محل تقدير وإشادة عند إخواننا في موريتانيا. كانت أيضا كلمة سموه في القمة اللي استعرض سموه فيها القضايا المهمة في عالمنا العربي، بدءا من القضية الفلسطينية إلى اليمن والعراق وسوريا وليبيا، بطبيعة الحال الإرهاب، وكل هذه الأمور كانت محل إشادة وتقدير من الوفود العربية المشاركة، حيث تم فيها تأكيد مواقفنا العربية الثابتة تجاه هذه القضايا وإيجاد حلول سلمية لها. أيضا كان على جدول أعمال هذه القمة تعزيز الأمن القومي العربي، وهذه من الموضوعات المهمة، وكيفية مواجهة الإرهاب اللي يعني الكل مكتوي بناره، ونشر الوسطية والبعد ونبذ الغلو. كانت هذه من الموضوعات المهمة اللي دار بشأنها حديث طويل في القمة العربية. أيضا الأمور الاقتصادية والاجتماعية كانت محل اهتمام، وكانت مبادرة سيدي صاحب السمو فيما يتعلق في الأمور الاقتصادية في إنشاء الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومنذ القمة الاقتصادية بالكويت إلى الآن أصبح رأس مال هذا الصندوق 1.310 مليار، يستفيد من كل شبابنا في الوطن العربي في مشاريعهم الصغيرة، بحيث يعتمدون على نفسهم خلق فرص عمل للشباب، وهذه كلها من الأمور اللي محل تقدير عند إخواننا العرب. أيضا المرأة والطفل كان لهم في الحقيقة اهتمام في هذه القمة، والأمن الغذائي أيضا من الموضوعات اللي تم دراستها في هذه القمة. فلله الحمد يعني كل الأمور كانت تهم عالمنا العربي وتدعم من مسيرة العمل العربي المشترك اللي احنا حريصين عليه في دولة الكويت، أن يكون هناك انتظام للقمم العربية ومناقشة كل أمورنا، يعني فرصة لقادتنا تناقش كل الأمور اللي تهم عالمنا العربي وعلاقته في محيطه، سواء كان الأفريقي أو الأوروبي أو أصدقائنا في العالم أجمع.